طبعاً شذى الطويرقي فازت في المركز الرابع في تحدي القراءة العربي، واليوم شذى يعني دعيناها لجامعة الطائف. فشذى تفضلي معانا لو تكرمتي. شذى حصلت على المركز الرابع في تحدي القراءة العربي وكرمت في مدينة دبي، حيوها مرة أخرى. كيف حالك يا شذى أول شيء؟ الحمد لله. جايبين لك ميكروفون خاص يلمع. شكرا. كيف كانت تجربتك في دبي؟ احكي لنا عنها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة شذى باشا الطويرقي، أدرس في الصف السادس الابتدائي وعمري 11 سنة. اليوم راح أتكلم عن تجربتي. عندما أريد التحدث عن تجربتي سأتحدث عن تجربة تحدي للذات أولا وللمحيطين بي ثانيا. وقبل ذلك كله كانت تجربة تحدي للكتاب، كيف ألزمتني 50 كتابا لقراءتها وفهم مبهمها واستخراج أفكارها وكتابة إيجازها بطريقة صحيحة وواضحة. أعدتها مرارا وتكرارا حتى تمكنت من كتابة الصحيح، وكل ذلك في فترة زمنية قصيرة تواكبت مع امتحاناتنا المدرسية. والحمد لله وبفضل الله أولا وقبل كل شيء، وتمكنت من الموازنة واستطعت إنجازها في الوقت المطلوب. ثم كان لي شرف التأهل لمرحلة تنافسية مع زميلات المشاركات، حرصت من أجلها أن أبحث في مراجع أخرى لأضيف بصمة تميز لشخصيتي في إضافة النافع والجيد. والحمد لله. عندما أريد التحدث بعد ذلك عن الأثر الذي ما زال مستمرا إلى الآن وأرجو أن يكون دائما، قراءة الكتب تحفظ الوقت من الضياع وتنمي المهارات الفكرية. قراءة الكتب تجعل العالم بكل ما فيه بين يدي وأمام عيني ليترجم ذلك قلبا وعقلا. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك ألف عافية. تجربة رائعة وشرفت الطائف في دبي اليوم الجامعة، لأنك فزتي بتحدي القراءة. شكرا. تقدم لك جائزة. شكرا. إيش تتوقعين الجائزة؟ درع؟ اليوم ستأخذين درع الجامعة، جامعة الطائف، وأيضاً تحصلين على بطاقة العضوية الشرفية لجامعة الطائف مثلك مثل بقية الطالبات الملتحقات بالجامعة. شكراً. بدل أن كنت تستخدمين فقط مكتبتك في المنزل، اليوم تستطيعين أيضاً الوصول لجامعة الطائف واستخدام مكتبة جامعة الطائف المركزية بشطر الطالبات في أي وقت تريدينه أثناء الدوام. شكراً. وأيضاً العضوية الشرفية بأحد الأندية الطلابية حسب الرغبة والميول، وإمكانية حضور فعاليات الجامعة الخاصة بالابتكار والاختراع والتميز العلمي، وأيضاً المشاركة في البرامج العامة للجامعة الخاصة بالموهوبين. تريدين أيضاً زيادة؟ المشاركة في برامج الكراسي العلمية بالجامعة حسب الشرائح المستهدفة. شكرا. يتفضل معالي مدير الجامعة بتسليمك البطاقة الشرفية للجامعة الآن، معالي الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، وأيضا درع الجامعة الشرفي. شرفتينا. شكرا. أنا اللي شرفت بوجودي هنا. حياك الله. وأيضا يتفضل والد الطالبة شذى بمرافقتها في التكريم، فهنيئا لكم بطفلة مثلها. ما شاء الله تبارك الله. شكرا. الله يبارك فيك. ألف مبروك. أنت فخرة، أنت الطائف الجديد، أنت نموذج الطائف الجديد. إن شاء الله والطائف من جديد بيدك ويد أخوانك وأخواتك وزملائك وزميلاتك. إن شاء الله بإذن الله يعني يصنع ويكون ويعود، يعني نبارك لكم إن شاء الله بإذن الله هذا النبوغ وهذا التميز. يعني هذا الدرع. الله الحمد لله. ألف مبروك. وهذه
شهادة شكر وتقدير من الجامعة وعضويتها الشرفية. إن شاء الله عدوانك سجين إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق لك يا رب. شكرا جزيلا معالي المدير، شكرا لك يا شذا على حضورك. شكرا لوالدك على الحضور اليوم، وهنيئا لكم وأخوك أيضا. ورحب بكم في الجامعة في أي وقت. فارس ما شاء الله تبارك الله، حياكم الله في أي وقت، وأنتم الطائفة الجديد كما ذكر معالي المدير. شكرا لكم.